بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، نواصل بإذن الله بعونه شرح سورة الممتحنة. وقد وصلنا إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة في القرى الثانية حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك من شيء قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قد فهمي فيها شنو التحقيق؟ تدخل الفعل الماضي فتفيد التحقيق، وتدخل المضارع التحقيق ممتاز أحسن تقليد. وإلا فيه حق ربي سبحانه وتعالى قد يعلم تفيد التحقيق ولو تدخل الفعل. قد كانت فعل ماضي إذن التحقيق. الأسلوب هذا ينافي القاعدة، كل ما نلقاو قد معها فعل الكون يعني كان. شوفي التعريض يفيد التعريض التعريض بالإنكار على من يخالف مضمون الخبر الذي يأتي بعده. أسمع الكلام. كلنا قوى قاعدة، كلنا قوى قد معها كانت مع فعل الكون يعني كان في التصريف بتاعه. فالمراد التعريض بالإنكار على من يخالف مضمون الخبر اللي يجي بعد ذلك. إذا من يخالف مضمون الخبر اللي هو الكون والخبر قد كان مسعدا إذ قالوا لقومهم ينكر على من لم يقتدي من لم يتأسى إبراهيم والذين معه. إذا في إنكار على الذين كذبوا، وقد يصل الإنكار إلى حد التوبيخ، وقد يصل الإنكار إلى حد حسب السياق، وقد يصل الإنكار إلى حد التوبيخ. مثال: قل قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا التوبيخ. قد كنت في غفلة من هذا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. نعم، في إنكار فئة تقاد يسلمه في إنكار. إذا كل من قد مع فعل الكون ذا فينفي تعريض الإنكار على من يخالف مضمون الخبر يأتي بعد. وقد يصل هذا الإنكار إلى حد التوبيخ كما في قوله: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن قد كانت أنكر علي أن لا يتأثر بإبراهيم والذين معه. قد كانت لكم أسوة قراءتين لغتان. الأسوة هي القدوة، لأن القدوة يقتدى
يقتدى بها في أمر معين. الأسوة القدوة يقتدى بها في أمر معين. قد يقتدى في الأمر، قد يكون هذا الأمر خيرا وقد يكون شرا. هناك من يقتدي بإبليس، هناك من يقتدي بعباد الله الصالحين الأنبياء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن لقد كان لكم في رسول الله، هذا أيضا فيه لقد كان لكم إنكار ولا لا؟ إنكار على من لم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد كان، حطوها ديما، هذيك قاعدة في اللغة العربية، قاعدة كل. إذا نجم ناخذ الأمثال. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا من لم يتأسى فهو موبخ. إذا لنا قدوة قد تكون في الخير وقد تكون. لذلك قال لم يقل أسوة فقط، قال أسوة حسنة، تحرف من أسوة غير حسنة. هناك من يتأسى، قلت بإبليس ولا لا؟ إذا إبليس ظل أبانا آدم ولا لا؟ طيب، قال أشقال الأخ ربي، قالوا فكلا من هذه الشجرة، ولا فكلا من حيث شئتما، ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا، فوسوس لهم الشيطان. وقال قال ما نهاكم ربكم عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أن تكونا. فدلاهما بغرور. إذا أول من ضلل شكون؟ إبليس. أول عملية تضليل قام بها إبليس. إذا كل من يضلل الناس فهو يقتفي آثار إبليس، لو أسوى عند إبليس. إذا كل من يضلل الناس في دينهم، في عقيدهم، في كذا، فيدخل فيها، فيدخل فيها. إذا هنا أسوة حسنة في إبراهيم. الأسوة الحسنة إبراهيم، أسوة في إبراهيم والذين معه. أول حاجة شكون الذين معه؟ الأنبياء لا إذا إبراهيم والذين ما إذا لوط وأسوله ولا إبراهيم ولوط وهذا ولا غير والذين ما إذ قالوا وكل من تبعه كل من كان معه إذ قالوا إبراهيم عرف بأنه هو أبو الأنبياء إبراهيم هو أبو الأنبياء إبراهيم في حال جرى إبراهيم وإذا ظرف المستقبل، إذ ظرف للماضي، وإذا ظرف المستقبل، إذا جاء نصر الله، إن يأتي نصر الله في المستقبل، إذ قالوا، إذ ظرف للماضي، إذ قالوا لقومهم إنا براء جمع بريء على وزن بعيد، إن ولذلك صفة مناسبة، إن براء على طول هذاك الزوج. إذا بريء على وزن فعيل، والصفة دي صفة مشبهة هكا ولا لا؟ تفيد لا تنفك عن موصوف، لا تنفك عن موصوف تاعك. بريء من النافع؟ بريء لا 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 يضرب لا بريء 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 ايش معنى؟ خلاء من الشيء اللغة العربية. بريء اي خلاء من الشيء. إذا بريء يعني خلاء من الحل. إن براء منكم ومن مش منكم فقط ومما أصحبه مما أضغمت النون في الماء ولد مما طيب ومما تعبدون من دون الله اللي هي أصنام أوثان أحسن الأصنام كل ما يعبد من دون الله
إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. كفرنا بكم، جملة كفرنا بكم مش نجم تقول بالنسبة لإقبال. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا. بيان للبراءة والتبرع مما يعبدون هؤلاء، يعني بيان هي بيانية عن كفرنا بكم وبدا بيننا. كفرنا بكم وبدا، ما معنى بدا؟ وبدا بيننا وبينكم العداوة، أي أن ما يكفيش البغض من داخل، لا لابد أن تظهر العداوة. بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. العداوة البغضاء هي الكراهية. طيب والعداوة العداء. طيب هو العداوة في الأعمال والبغضاء في القلوب. إذن العداوة عداوة عمليا، معاداة عملية، والبغضاء في القلوب. البغضاء في القلوب، إذن جمعوا بين الأعمال، بين الظاهر والباطن في العداء. إذن بدأ بين، إذن ظهرت هذه العداوة بين ظهرت بدأت، والبغضاء أيضا، ويكون في القول العداوة تكون بالقول وتكون بالفعل. كيف يبدأ البغضاء والعداوة؟ كيف يبدأ بدأ بيننا يجب الغارة؟ أنت عدولي، أنا أبغضك، أنا كذا، أنا أقاطعك، أنا كذا، أنا كذا. وكفرنا بكم، أي كفرنا بكم، يعني أي ما معنى الكهول الكفر؟ ما معنى كفرنا بكم؟ جحدنا بكم. هو أصل الكفر جحود، أصل كفر، أصل لغة كفر ستر. هو تبيين لمعنى التبرع. قلنا جملة بيانية ولا؟ إذا معنى الإنسان بريء ومنه ومما يعبد هو هذا الكفر. الكفر هنا هو هذا، هو عكس كنا هذه بيان لهذا. عرفنا بيانية، إذا هي توضح معنى، ما معنى كفرنا؟ أي تبرعنا منكم وتبرعنا مما تعبدون من دون الله. أي هذا البراء مما تعبدون من دون الله. وبدأ مش هذا الكفر فقط، مش التبرع فقط، إنما بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. العداوة في الأعمال والأقوال، والبغضاء الكراهية تكون في القلوب، فجمع بينهما. لهنا العداوة قال كفرنا، بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لهنا إذن هنا على مستوى القول، على مستوى القلب، يعني المستوى القلب، هذا شيء من قلب إبراهيم عليه السلام ولوط وهذا، لا يملكون أمام قومهم بالضبط إلا أن يقولوا عداوة وبغضاء. نعم شيخ، ما لغير العقل مما هي غير العقل، يعني طالب الحجب وللعالم ومما تعبدون. ما لغير شيء لا قال وما تعبدون، لأنه هو هذا قبل عيسى، والكلام أصلاً عليه غير مطروح، لأنه هذا إبراهيم عليه السلام قبل، هو أبو الأنبياء قبله. إذا قالوا لقومهم هذا القول قيل، قالوا إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، هي يعبدون أصنام وأوثان، يعني فمش عبادة يعني عاقل، لا هذا كان برعجة. قال إن براء منكم ومما تعبدون، والما هي أعم، تكون فيها تدخل فيها العاقل وغير العاقل. كل ما يعبد من دون الله. مثلا عند عزيز مثلا. باقي هذول بعد جاوب. هم هذه قولة الله سبحانه وتعالى كما قال إبراهيم والذين معه. فالأخرى جاءت من بعد، عزيز وكلها جاءت من بعد.
والمسيح هو نعم. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. أبدا هذا شنو؟ ظرف للتأبيد. شفنا هذا ظرف للتأبيد. للتأبيد في الذات المستقبل فهمني، وقدت ظرف للماضي. إذا هذا ظرف التأبيد للتأبيد المستقبل. حتى تؤمن بالله وحده. إذا العداوة والبغضاء تبقى حتى تؤمن بالله وحده. حتى هذه شنو يقول عليك؟ اثنان. إذا أنت هذا ضايع. حتى نصب 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 حسن نصب نصب. أصل تؤمنون أصل تؤمنون، لكن قال لا تؤمنون فقط. شنو لأن النون محذوف؟ علاش محذوف؟ أما النصب محذوف بحد. بأجو حتى في اللغة قبل النصر عليك ما قلناش قبل عليك حتى حتى لا تهم زمن حتى شكون في اللغة وريح شكون يسمع هذيك تفيد حاجة أخرى. لا هي شنو اسم الحرف ولا فعل حرف شنو هاي اسمع حرف جر ولا فعل هي أصل حرف جر. سلام هي حتى مطلع عي مطلع عي مزرور لا حتى حرف زر. إذا حتى أصح حرف زر تدخل على الاسم الجر ومن بعد هذا المعنى الأول. حتى إذا يكون حرف زر تدخل على الاسم من بعد يكون مجرور هذا الاسم. حتى أيضا تكون ابتدائية. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. حتى إذا جاءوها إذا تبدأ بها جملة من أول جملة ومعنى مستقيم ولي حتى ابتدائي. وحتى من تنصب تدخل عليه حتى الجر تدخل على الاسم وتدخل حتى على الفعل تدخل على الفعل المضارع فتنصبه تنصبه بشروط مش لازم ذكرها بشروط. فتقول إذا دخلت على فعل مضارع تنصب بشروط إيش تولي عندها لها معنيها. وإذا دخلت على فعل مضارع تكون عندها زوج معاني إما ولها معنيان معنيان. المعنى الأول بمعنى كي والمعنى الثاني بمعنى إلى. إذا كل ما نلقى فعل مضارع منصوب حتى أراه حتى إما بمعنى كي وإلا إلى. واختيش نفرق إذا كان الثانية نتيجة للأولى وليقول كي رأي معنى كي وإلا إلى. إذا كان مش نتيجة نعطيك مثال تقول أسلم خاطب واحد أسلم حتى أدخل الجنة حتى بمعنى كي واضح ولا لا؟ أسلم حتى أدخل الجنة. كي تقول لنا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع حتى يرجع إلينا موسى. هاي حتى لأن إيش معناه؟ إلى شوفت التوكيد إيش؟ إذا نأخذ القاعدة هذه حتى تدخل إذا دخلت فعل مضارع ونصبته أراي ما تخرجش واحد معنى إيه؟ إما معنى كي إذا كان لولا سبب للثانية وإلا بمعنى إلى في غير هذه الحالة هذه. وساعات تجي في زوج معاني قد حتى يدخل الجمر في سم الخياط. هاي شنو هي إلى إلى نعم. وماذا الذي يكون؟ إلى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إلى أن تتبع إلى أن إلى إلى أن توصل الناس حتى حتى يأذن لأبي حتى يأذن لأبي إلى أن يأذن إلى 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 أو من ها
حسب المعنى. لكن الناصب لهنا هل هو حتى تنصب وإلا ما تنصب؟ لهنا مدرستان. فقلوا أن المضمرة بعدها. طيب. هما مدرستان الكوفة والبصرة. علماء تاع النحو منقسمين تاع اللغة منقسمين قسمين. فما مدرسة الكوفة ومدرسة. بالنسبة للكوفيين حتى تنصب. بالنسبة للكوفيين حتى تنصب. فنقول حتى تؤمنوا حتى فعل مضارع منصوب ب حتى وعلامة النصب نتاعو حتى النوع ممتاز. بالنسبة للبصريين لا يقول حتى هي حرف جر كيفاش مرة تعمل حرف جر ومرة تولي تنصب وحاجة برك مدري واش تعمل مرة تجر ومرة تولي تنصب مالا شكون ينصب؟ قال لك بإضمار أن حتى أن لأن أن هي في باب تاع النواصب أن حتى أن تؤمنوا إذا مدرستان سواء قلنا أن حتى تنصب هي على رأي الكوفيين أو بإضمار أن على رأي البصريين فهذا يعني صحيح الاثنين. في قراءة أخرى يعني حتى يقول وحتى يقول. معنى آخر هذاك أن أجيب عليه في آخر واحد. نعم نجيب عليه في آخر واحد. يعني حتى يقول حتى يقول نفس القراءة. نفس القراءة. قراءتين مش قراءتين. قراءتين نفس القراءة. قصدي نفس دائم. نعم. هو شوف كان هناك عملت تدفع في المضارع فتنصيبه بشروط ما حبيش ادخل في الشروط يا شو بدي اسمع والخيال فما خيالي تتضمر هاني انا سعد بس غريب شوي نسيت طيب حتى يؤمن بالله وحده سبحانه إذا كفرنا بكم وبدا بيننا بدا ظاهر العداوة مش كالفتلو فقط مش أنا بضل لا العداوة من ظاهر والبغى أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إلا شنو هي؟ أداة استثناء أداة استثناء أداة استثناء طيب الآن الاستثناء والاستثناء نوعين الاستثناء نوعان شكون يقول لي عليه؟ متصل ومنقطع متصل ومنفصل طيب منقطع متصل ومنفصل لهنا هل أن الاستثناء متصل بجملة وإلا مقطوع جمل؟ متصل متصل هل أن هذا يستثنى من قول هذا؟ طب لانه انا ابو ابراهيم هو من قوم ابراهيم على قول الذي قال لقوم ان براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم الا قول ابراهيم الذي استغفر لك هل هذا يستثنى من الكلام هذا هو الا لا يستثنى لا سهل منقطع سهل لا منقطع منفصل يعني منقطع إذن استثناء منفصل منقطع على حساب لأن قول إبراهيم لا استثنك وأمن هذا يخرج عن التأسف أي لا نتأسى بإبراهيم في هذا أفهمت معنى إيه؟ أي نتأسى به في الكلام كل لكن هذا مستثنى يعني استثنى اللي قال إبراهيم القوم كلنا برآهم قولوا إنا برآهم كل الكفار مشركين والعلمانين كلهم في بعض إنا برآهم وما تعبدون من الله كل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا متنفس حتى تؤمنوا بالله واحد طيب ولا تشركوا به شيئا حتى تؤمن إذا إلا قول إبراهيم هذا مستثنى لا يجب أن نتبعه وأن نتأسى إبراهيم في قوله لأبيه لأستغفرن لك واضح لا؟ لأن لماذا هذا؟ إبراهيم حتى في التوبة فما آية وما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو وما كان دعوة إبراهيم ما كان للنبي والذين آمنوا استغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم ثم قل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إذا لا نقتدي به إنما هو استغفر لأنه وفى بوعده من سورة مريم مش خال قال إبراهيم أبو رجل
قال إذن تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. قال سأستغفر لك ربي إنه كان سأستغفر. إذن في مستقبل الوعد إذن وفى بالوعد، لكن لما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه. إذن إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك، هذا لا يتأسى بإبراهيم في هذه المسألة هذه أبدا. لأستغفرن لك وما أملك. إذن لا يجوز أن يستغفر للمشركين ولو كانوا لقربة ولو كانوا الدين ولو كانوا وما تأسيا من سيدنا إبراهيم. هل التنزيل على واقعنا نظر البغضاء ونظر العداوة من أجل شروط الدعوة أم تحقيق شرط شرط العداوة والبغضاء؟ لمن عام نتبرع من الكافرين وما يعبدون. إذا كان يعبدون غير الله نتبرع منهم. هذا تأسي ويجب التأسي. إذا كان شرط عداوة وبغضاء، بغضاء قلبية والعداوة إظهار عمل اي بالقول بالكتاب بالوعي. نعم لكن ما يقول كذا من اجل الدعوه لا تظهر العداوه الان اجل كسب القلوب. لا العداوه تقول راك انت على باطل راك لا تقول قول هو يقول لك انت على باطل وما تقولش انت على باطل. وين عقدتم فعاقب مثل ما عقدتم به لا 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 سيدك لا كان تظهر كيف كتب عشان انت تقول الحق. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق اتهم بأنه ساحر بأنه كاهن بأنه فرق بين الأبي والوالد وولده وبين الأخ وأخيه وبين كذا. ما هكذا ولا ولكن أنا أقول رسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أخبر بأنهم لا يعلمون لا أقول اللي بدأت بين البغضاء والعداوة حاجة أخرى ولا في اللغة أنا التدعى من الناس أنا تدعيه تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى لكن لابد أن لا تبدي يعني خيان وانت عانق ونذي لا فماش يعني حرارة في العناء أخذت ماش منها عادي والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم استثنى هذا قال وما أملك لك من الله ماش نوالي وما أملك لك من الله من شيء شكون يقول لي من هذه اسمه طبعي تنصيص العمل في الصريح شيء ناكرة في القرآن. لو كان قلت وما أملك لك من الله أي شيء شيئا كان أدمنت ولي شيئا منصور أملك ماذا شيئا وما أملك لك من الله شيئا صحيح الكلام وزان في اللغة ما لمن شنو تنصيص الصريح في العموم. إذا كان يعني يمكن الاستغناء عليها من حيث التركيب اللغوي التركيب بتاع الجملة فتكون ديما صلة أو زائدة فمنسك الحياة وقلنا زائدة إذا زائدة لزيادة معنى للتوجيه للتنصيص الصريح في العموم يعني ما يخرج حتى شيء لا أملك لك من الله من شيء لا أملك لك من شيء هذا يدخل فيه الشيء هذا شيء يدخل فيه المغفرة الشفاعة الهداية الجنة نعم الجنة إذا لا أملك من شيء من بداية ما يقول أحد شيء لا أملك لك من الله من شيء من هنا للتنصيص الصريح في العموم فلا يستثنى شيء اليوم. ولذلك وأن ليس هذه الآيات تدل عليه كثيرا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى يوم لا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله هذا المعنى تعالى ما أملك لك من الله من شيء. إذن لا هداية ولا شفاعة ولا مغفرة ولا توبة ولا حتى شيء توبة أيضا إذن لا من شيء تدخل فيها إذن تنصيص صحيح ومين إذن لا أستغفر لك ولا أملك من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. كان العم يقول خلاف بين أهل العلم ولا أيهم هناك
لا خالد عم كان يفرح عليه إسحاق يقول لعمي ولأبوي ملة أبائك إبراهيم وإسماعيل. نعم وأبوه عمه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذا قول من؟ إبراهيم. طيب نعم ربنا بالجمع الذين قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدا ربنا يحتمل أن يكون من كلام إبراهيم ومن معه ربنا أخذ بالجمع ويحتمل أن يكون تعليم من الله للمؤمنين يحتمل يعني فما افتراضي الافتراض الأول أنه وهذا الأغالب الراجح أنه من بقية كلام إبراهيم والذين معه فقالوا ربنا كان يقول تولي جملة هذه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفر لك وما أملك لك من الله شيء إيش تولي تقول الجملة هذه ممتاز إذا هذه الجملة اعتراضية بين لأن تواصل بعد مش تواصل بعد واحدة ربنا عليك إذا جاءت هذه جملة اعتراضية جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب جاء في الوسطى أي هذا غير تأسس إبراهيم في هذا الماء جاء في الوسطى إذا كان قلنا هذا قول إبراهيم هذه جملة اعتراضية ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وهذا الراجح أنه من قول إبراهيم والذين معه ربنا هذا شنو؟ منادى مضاف منادى منادى مضاف في النداء سيكون موصوف اي لا مش على نسبه دقه قبل شنو حرف نداء طيب اصل يا ربنا اذا هذين نداء هذين نداء وحرف من حروف النداء هي الغالب فيه حذف حرف النداء علاش شده العنايه بالمدعو فيحذف ما بينه وبين يا هذه اتبع لك على كلمه رب فقربت ولذلك تحذف حرف النداء ربي تقول يا ربي لا اقول ربي اذا الياء حذفت للبيان قرب من الله بس نحي الصله بينك وبين حتى وحرف نحي ربي قول اذا ربنا حذف حرف النداء للبيان الياء عوضت في اللهم معناها الياء عوضت في اللهم الياء تعوضها لا اللهم فيها معنيان اللهم فيها معنيان ان الميم لأنك حذفت حرف نداء وقلت يا إما تقول يا الله وإلا تقول اللهم فالميم ولا تعودت حرف نداء هذا قول قول الثاني أن اللهم فيها معنى الجمع كأنك دعوت بجميع أسماء الله سبحانه وصفاته ميم وهذا القول قاله ابن القيم عليه رحمة الله قول جميل قال اللهم اللهم الميم هذه قال كل من القاومين هو حرف ينطق باش تسكر بهم ولا لا تلم بهم ولا لا وذلك كل كلمة فيها الميم فيها معنى اللم والضم تقول جاء فلان ثم فلان ضم ضم مع بعض تقول لما يلم لا هكا ولا لا لم هكا ولا لا تقول فم مش يجمع فم يجمع إذا الميم اش تعمل تجمع فكأنك قلت اللهم جمعت جميع الأسماء والصفات الكل مع بعضها وطلبت بها ليش بك الميم تاع الجمع الميم تاع الجمع هذا قول بعضهم او فمن قال لا قال قالوا الميم تعوض الحرف النداء اللهم نحيت من نور قلت من بعد فقلت الله قد خلق الارض اذا ربنا نقول باسمك اللهم هنا ما تفيدش النداء اللهم يا اللهم هنا يا الله يا الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إذا تلحقت عليك أصل جملة كيفاش توكلنا عليك لأن توكلنا عليك تقديم المعمول تقديم المعمول شو يفيد الحصر ممتاز إذا قدم عليك هذا عليك توكلنا اللي يفيد أن لا التوكل إلا لا يكون توكل إلا على الله إذا قدم المعمول قدم المعمول معمول تعرف على عامله هو توكل لإفادة الحصر إياك نعبد كما إياك نعبد وإياك نستعين أي نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك إذن إياك نخصك يا الله وحدك بالعبادة
لأن ربنا عليك توكلنا. ما هو التوكل؟ شفناه. نعم. التوكل في تبع النصر. أولا الثقة بالله المتوكل، أن تثق بالله بوعده ووعيده. إذن الروح الأول تحت التوكل ما هو؟ الثقة بالله. رب يعد، قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذا وعد، يقين، ثقة أنه باش يقع. إذن مش يقع، وعد من الله سبحانه وتعالى. الله لا يخلف ميعاده. إذا نثق بوعود الله بوعده ووعيده أيضا، توعد الكفار. ربي عنه قال لك كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وعد سواء انتهى. والوعيد أيضا نثق بوعد الله ووعيده. الله وعد قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وعد، وعد أن الله يجيب. هذا فقط. أما كيف وفي وقت إيش ذلك أمر آخر. إذا نثق، إذا التوكل الأساس والأول هو الثقة بالله. اثنين، صدق الاعتماد عليه. الله يبارك فيك، صدق الاعتماد عليه. أن لا نعتمد، لا تعتمد على عقلك ولا مالك ولا شطارتك ولا أريكم ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعين بس اسمح لي أخذ خير. ربنا عليك توكل. إذا نحكي لك رعين أخرى. عنصر ثالث. العنصر الثالث هو فعل السبب المؤدي للنتيجة. فعل السبب لابد. لا لابد، ما كانش يولي توكل. ما كانش يولي توكل. إذا ثقة في وعد الله ووعيدا. اعتماد على الله. من اعتمد على عقله ظل. من اعتمد على ماله قل. ومن اعتمد على سلطان علماني على سلطانه ذل. ومن اعتمد على الله فلا ذل ولا ضل ولا زل. عليك لو إذن فعل السبب المؤدي للنتيجة فقط. حبق على مثلا أنت توكل في العلم، تغص بجيل هنا وكراسة وتعامل تجتهد ورب يعلمك، تثق في أن الله يعلمك، تثق في أن الله سبحانه وتعالى يعلمك، وتعتمد ذا على عقلك لا على ذا الله ديما يعلمك. عليك توكلنا في كل شيء. في النصر نتوكل على الله، في الشفاء نتوكل على الله، في العلم، في الرزق، لذا نقول نعم السبب المؤدي للنتيجة فقط. وإليك أنابنا، أنابنا الإناب هي أناب معنى، أناب بمعنى رجع، وتاب بمعنى رجع، وثاب بمعنى رجع. ثاب، تاب، أناب معنى رجع. ولذلك تقول التوبة والإنابة قرب بعض. فما بعض العلماء في التوكل، بعض العلماء يقولوا فما بين التفويض والتوكل فما واحد. يقول لك التفويض إذا كان أنت ما عندك حتى سبب نجم تعمل فيولي تفويض، تثق وتعتمد وتستنى إذا ما تم الأسباب معاك. قالوا هذا التفويض. فما حب بعض العلماء يفرقوا بين التوكل وبين التفويض. قال التوكل أن تعمل أسباب سبب تتعلم جي تتعلم، لكن أنت إذا كان ما عندك الأسباب كل استنفذت مثلا حتى سببت وهي التفويض. وأفوض أمر الله إن الله بصير بالعباد. أن فرعون يعني المؤمن تعالى فرعون قدام فرعون ليس له حد سيب شعر. الفرق بين اليقين والتوكل. نعم توكل بالضبط. توكل واليقين ما الفرق؟ نعم اليقين والتوكل ما الفرق؟ اليقين هذا بالشك. لا اليقين، اليقين هو اللي يقودك إلى التوكل على الله. يقينك بأن الله، يقينك في أن الله سبحانه وتعالى ما قاله حق وصدق وأن هذه أسباب لي. ما يتوكل سلك عنده يقين. والتوكل هو نصف الدين. الدين قسمان، عبادة وتوكل. ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين جمعت الدين كله. الدين نصفان. ولذلك فاعبده وتوكل عليه. اعبده قال وتوكل عليه. فالتوكل نصف الدين والعبادة هي النصف الآخر. وذلك علاش إياك نعبد وإياك نستعين هي العبادة. ولذلك القرآن كل قال كما قال الحسن البصري في ابن ماجد قال أن الله أنزل 114 كتابا جمعها في الكتب في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. وجمع هذه الكتب في القرآن، وجمع القرآن في المفصل، وجمع المفصل في الفاتحة، وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. إذن الدين كله إياك. ولذلك قتيبة بن مسلم كان في الراية نتاعه في الجهاد
إياك نعبد وإياك نستعين. جايز يا شو جايز بسبب هذا. يعني حطوا كيما المولد الاحتفال بالمولد والاحتفال بالمناسبات الدينية هذه هي بالضبط حط عنوان توكيب است هذي هاو ناس حبوا ضربوا فينا نحن نحبوه في القوة نحبوه في الواقع نحبوه في الواقع العملي نحبوا الرأي هذيك يعني في الواقع في أحكام ربي سبحانه وتعالى في ما يطبق علينا لا في ورقة في شريقة وإليك أنابنا إليك أنابنا أنابنا هو الرجوع أناب بمعنى رجع أناب بمعنى رجع رجع الناس يقول رجع رجعت من كل حاجة من المعصية أنا رجعت من المعصية إلى الطاعة ولذلك نعم هي من المعصية إلى الطاعة الإنابة هي الرجوع من المعصية سواء كانت المعصية الكبرى اللي هي الشرك أو ما دونها من المعاصي فالتوبة هي رجوع رجوع عن المعصية إلى الطاعة هكذا ولا لا؟ والله من أسمائها التواب وتاب معنى رجع أي يرجع عن العقاب إلى العفو والتواب هذا معنى التواب فالذي يتوب إنسان يتوب يرجع من المعصية إلى الطاعة والله تواب يرجع من العقاب إلى الثواب ومعنى هذا معنى التواب لكن إبراهيم هنا في قول سيدنا إبراهيم في قول أنا ابن رجع من ماذا إلى ماذا إلى الله يعني هو أنا ابن رجع إليك يا الله يعني حسب التقسيم يعني إبراهيم هو نبي ولا مرسل معصوم ولا ذاك لا لا الأنبياء لا الأنبياء يحسوا روحهم مقصرين وأكثر ناس أخطاء كل ما يقرب الإنسان من الله يحس بنبي تقسيم ملك كيفاش يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يحسبون 70 استغفار في المجلس الواحد وفي الصباح في 100 مرة يستغفر إذن يكون أشد كل ما يقرب الإنسان من الله يحس بالتقصير والذنب ما فيش على معاصينا وذنوبنا نحن حاجة أخرى يعني مش زيادة في الهداية أو حاجة مش طلب لا 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 يحس بالتقصير وفعلا نرى وفعلا نرى وكيترجع هذا فعلا الأنبياء معصومون سنة عنه لكن التقصير في العبادات نتاعهم لابد الإنسان تاخذ نفسه لابد أن لابد أن تحدث منه يعني غفلة هذيك هم أن العبادة هي بحق لله سبحانه وتعالى فأي خدش فيها يحس بالتقصير إذا إليك أنبنا الإناب هي الرجوع وإليك المصير أي المرجع والمآب كما في آيات أخرى إليك قدم أيضا أنا ليفيد الحصر عليك شوف عليك توكل لا نتوكل إلا عليك إليك أنبنا لا نعود لا نرجع لا نتوب إلا إليك الله إليك المصير أنت الذي العودة إلى الله سبحانه وتعالى واضح ولا لا طيب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا مقارنة بين الآية هذه محتوى تاعها والآية اللي قالها ربنا سبحانه وتعالى إبراهيم في سورة الشعراء قال فإنهم على الأصنام فإنهم عدو لي تبرأ منه إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني
وإذا مرضت فهو يشفي. أليس هذا هو التوكل؟ أليس هذا التوكل؟ نجمش نحطها التوكل هذه؟ ثقة في الله. لا لا، المعنى المعنى بتاع الآية، رب عليك توكلنا. إذا كي تقول إبراهيم الذي خلقني فهو يهدي، إذا نتوكل عليه في الهداية. وإذا مرضت فهو يشفي، فالشفاء يطعمه ويسقيه، هو اللي يعطي مزار الرزق ولا لا؟ هذا التوكل ولا لا؟ طيب نمشي. يقول والذي يميتني ثم يحيين، ليس هو المصير؟ إليه المصير يميتني. طيب والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. باب المغفرة شنو هو؟ التوبة والإنابة. إذا وإليك أنا، إذا هذه كأنها شرح لقول إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء، ربنا الذي رب العالمين خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا طمع إلا بالإنابة، لا طمع في المغفرة إلا بالإنابة. ممكن ولا لا؟ ممكن. نعم، الأخرى شرح هذه. هي نعم، هي تفصيل هذا، تفصيل نعم، هي تفصيل نعم، تفصيل هذا، تفصيل هذا. إذا ربنا لا تجعلنا، إذا مرة ثانية ربنا زيادة في التضرع، في التضرع يتكرر أكثر، يكون تضرع أكثر. ربنا ربنا يعني هو متولين بالتربية. ربنا لا تجعلنا، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا، تجعلنا الله هذه شنو زعما؟ دعاء دعائي. لا ينهى الله سبحانه وتعالى، لا نقول لا ينهى الله سبحانه، نقول لا الدعائي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا الدعائي، لا سمعنا الدعائية الدعاء شيخ. لا نقول إذا كان من فوق من أسفل النهائية إذا كانت من أعلى إلى أسفل فهي أمر، إن كانت من مساوي فهي التماس، إن كانت من أدنى إلى أعلى فهو دعاء. إذن ربنا لا تجعلنا فتنة. ما معنى الفتنة؟ الفتنة من ناحية مصدر، اسم مصدر، 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 فتنة، فتنة يفتن وفتنة. الفتنة وردت في القرآن على ثلاثة معاني متفق عليها، ومعنى رابع غير متفق عليه. ما في لكم مرة واحدة، كل ما تعرضوا كنت واحد كنت واحد كنت واحد. نشوفوا معاني فتنة في القرآن. طيب المعنى الأول متفق عليه، الفتنة هي الاختبار والامتحان، الاختبار والامتحان، وهذا أغلب استعمال التاح مع كلمة الفتنة في القرآن بمعنى الاختبار والامتحان، وهذا أغلب استعمال التاح. ربكم بالخير وشر الفتنة والبيئة والجوانب. إذا قال وجعلنا بعضكم، مثال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا، وكان ربك بصيرا. أتصبروا. طيب وجعلنا بعضكم بعض فتنة أي امتحانا، يمتحن يعني ربي الفقراء بالأغنياء والأغنياء بالفقراء. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم بمعنى اختبار وامتحان، وما أموالكم وأولادكم إلا فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم. إذن الاختبار والامتحان هذا معنى اللغة. المعنى الثاني أن يقولوا آمنا وهم يمتحنون. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا، أي لا يمتحنون، لا يختبرون. إذن بالمعنى هذا وهذا الغالب متاح. المعنى الثاني تعال فتنة. الفتنة المعنى الثاني هي نتيجة الاختبار. ذوقوا فتنة فتنة نتيجة الاختبار، وخاصة النتيجة السيئة، النتيجة السيئة، نتيجة الاختبار السيئة تسمى فتنة.
ذوقوا فتنة. ذوقوا يعني تستعمل ولكن تستعمل نتيجة الاختبار، ولكنكم فتنتم أنفسكم. أنتم فتنتم أنفسكم. إذا النتائج للامتحان صدوا نتيجة سيئة أنتم. هذا يوم القيامة سورة الحديد. المنافقون. انظروا نقتبس من نوركم قيل ارجع وراكم فالتمسوا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم اي وصلت الى نتيجه سيئه في الامتحانات لامتحانكم يا ربي سبحانه وتعالى. هذا المعنى الثالث الفتنه هي الاحراق. الاحراق احرق يحرق الاحراق. الفتنة هي ما الإحراق يوم هم على النار أي يحرقون يوم هم على النار يفتنون يحرقون. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب قاموا في النار. نعم هذه على سكون في سكون أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود نعم فتنوا يعني عملوا الأخدود عملوا الفسيات ووضع فيه المؤمنين وحقهم. إن الذين فتنوا المؤمنين من كفرهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لأنهم أحرقوا والجزاء من جنس ممتاز. إذا تكون الاختبار نتيجة الاختبار السيئة تكون معنى الإحراق. نعم ورابع معنى رابع مختلف فيه عند أهل العلم قالوا الفتنة هي الحجب. الفتنة بمعنى الحجب هذه مختلفة عن ذلك وما وساقوا ذلك مثلا القرآن وما كان فتنة وما كان وما كان فتنة وما كان فتنة إلا أن قال الله ربنا ما كنا إلا أن قالوا الأنقار والله ربنا ما كنا مشركين ما كنا مشركين ما كنا مشركين وما كان فتنتهم أي ما كان حجتهم ما عندهم حتى حجة إلا أن حلفوا باليمين اليمين من الحجاج اليمين على البين على من واليمين على من مسألة إذا وما كان حجة ما كان إلا أن قالوا والله ربي هذا الحجة كيف الحال ما كنا مشركين قالوا لا بمعنى وإن على الآية الوحيدة فيها بمعنى هذا. إذا هذه معاني الفتنة في القرآن وفي. اختلفوا فيها سيدي اللي اختلفوا فيها طب شكون قال حجة لا كان فتنتهم نتيجة اختبار نتاعهم نتيجة اختبار أن في الآخر قالوا والله زادوا يعني يعني أضافوا إلى عيوبهم عيبا آخر أقسم بالله باطلا. هذا هو معنى مختلفة معاني. من عندهم معنى مختلفة معاني. والفتنة أشد من القتل. هي نتيجة الامتحان أي الكفر لأن الفتنة معنى الشرك قاتلوه حتى لا تكون أي شرك أي نتيجة لك أي أفتان أنت يا معاذ. نعم إذا كانت نتيجة سيئة نعم نتيجة سيئة الشرك وغير وغير إذا تدخل الفاظ كلها إذا هذا مفتاح نتاع الكلمة هذه أنا حفل الذي سقط ألا في الفتنة اللي سقط الاختبار أي في الاختبار في النتيجة السيئة لأن النتيجة السيئة مع الاختبار سقط النتيجة السيئة مع الاختبار ألا في الفتنة اللي سقط لأن ده سقط يعني هذه النتيجة يوم حديث حديث ولا تفتن بعدهم لا تفتن عام لا تفتن بعدهم لا تفتن بعد لا تحرن أزرع يوم هم على النار يفتنون يحرقون نتيجة سيئة ولا يحرقون فيها نتيجة وفيها إحراق مع الإحراق يحرق على النار يفتنون يحرقون ما يعني هي كنتيجة لكن إحراق معنى الإحراق. إذا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة هذا مصدر ويأتي بمعنى المصدر يأتي بمعنى اسم فاعل وبمعنى اسم مفعول. سيدي فيش معنى الصد يعني فتن المسلمين عن دينهم يعني صدوهم عن دينهم نتيجة هو امتحان من ربي سبحانه وتعالى فكانت النتيجة أنه صدوه الله الفتنة قال وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة شكون يجعلنا نعم يبتلي هذا بهذا يبتلي الفقير بالغني والغني بالفقير والكافر بالمؤمن والمؤمن وهذا
هكذا الله سبحانه وتعالى يسأل كذا، والنتيجة هي باب. هذو معاني في القرآن فقط سيدي، ولا معنى معاني كلمة بصفة عامة في اللغة؟ في القرآن هذه هي، هذا المعاني في القرآن هذا كذا. وإذا كان في القرآن، القرآن يجمع المعاني كلها. القرآن يجمع المعاني كلها. يجمع القرآن يجمع المعاني كلها، هو لم المعاني كلها. ربنا لا تجعلنا فتنة، قلنا فتنة مصدر يأتي معنى سمع، يعني اسم فاعل بمعنى فاتن. بمعنى اسم مفعول بمعنى مفتون. إذا وانتبهوا لهذا المعنى، هذا فتنة تأتي بمعنى في اللغة تأتي بمعنى اسم فاعل مصدر، فتقولي فاتن، لا تجعلنا فاتنين للذين كفروا، لا تجعلنا نحن فاتنين للذين كفروا، وتأتي معنى اسم مفعول أي مفتونين للذين كفروا. يسميوا به شيخ ها؟ اسم فاتن سيدي اسم فاعل ذيك هذول تجعلنا فاتنين اكثر من مفتونين. نعم نعم فاتنين لان تحتمل عده معاني. لا تجعلنا فتنه الذين كفروا عند برشا معاني. اذا كان باسم فاعل نعم، والايه تحتمل معنى ايه؟ تحتمل الايه فتنه تحتمل معنى ايه؟ تحتمل تكون فاتنين ومفتونين بالظبط، وهذه بلاغه القران. لان لو اراد هذه بركه لو جاب مفتونين، لو أراد هذه جاب فاتني، لكن جار بالمصدر والمصدر فيه في اللغة العربية يتفرع، يكون اسم فاعل يكون اسم مفعول. فما المعنى نحن لا تجعلنا فاتنين الذين كفروا؟ نحن نفتن الذين كفروا فيها برشة فاتنين الذين كفروا. إذا كان نحن ربحنا وهم انتصروا علينا، يقولوا لو كان جاوا على حق رغم انتصر يجد يشد في الباطن تاعه، فنحن يلزمنا نكون أقوياء ونغل. شوف ايش معناتها. هناك الشيخ كذلك في زماننا هذا يقولون يعني أن المسلمون الذين يدعون الاسلام مثل المبانين ولا يقومون على الدين كانهم فتنوا كانهم فتنوا الكافرين، فيقول الكافر لو كان هذا الدين فيه خير لقاموا به اهله. نعم اذا هذا معنى جميل جدا، وخاصه في وقت في وقتنا هذا المعنى مش يلزم جميل يلزم كل هذا معنى معنى فادي. نحن ساعات الانسان يرى المسلم بتصرفاته يقول هذا دين يدخل فيه يفتن بسوء الخلق هذا والله مره امراه فرنسيه وشاب فرنسي، شاب فرنسي مسلم يعني مسلم فرنسي يعني أحب عن جد يعني. وفي التسعينات جاء لي وعمل صيغة بي وعلى حباب، عاد جاءت امرأة فرنسية حابة يدعوها الإسلام، قال لي تعاوني على المرأة. طيب فدعوناها الإسلام، حدثها وكل شيء، حدثناها، قالت لي تحب نولي كما التونسيات هذوم المسلمات. قالت يعود قاعده معاه يجدوا فلان وفلان وفلان به، تمشي واحده منهم لديك هذيك يقول هذيك بتزيد البيت منها راهي باعها بيع عليك، تجي تمشي واحده اخرى تقول تحبني وليك ما كان. احنا نراو الاسلام شيء والمسلمين شيء اخر. حتى بعد راهو مش هذا مش يحج. هذه فتنه الذين كفروا. اذا اللي رايك ولا ما تبعش مثل موجز نموذج باهي لازم نتبع. وهذا هذا معنى فاتن. نعم وهذا اخطر. شيخ قال الرسول الحديث لمعاذ فتان انت يا معاذ عندما صلى ب اطال الصلاه على الكافرين. الكافرين قصدي الكلمه بس. نعم فتان يفتي يكون مصدر فتان يعني نعم باسم فاعل فاتن والصيغه المبالغه فتان فهمني فعال. نعم كما بعض لا 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 نفتن اما ان نحن بضعفنا وانتصار ترك العدو ينتصر علينا يقول لك كان جاوا على حق رونا وما ربحناهمش بتصرفاتنا بتصرفاتنا. نعم بعض الأخوة يقول لك خلي الوالد يسلك كل شيء يقولها أحوال المسلمين حبوا كيفهم. لا إذا لا تجعلنا فتنة بالمعنى هذا أي فاتنين الذين كفروا بضعفنا بتهاوننا بعدم تمسكنا بديننا بهذا أو بسوء يعني أخلاقنا بسوء سلوكنا بانحرافاتنا. الناس ترى الانحرافات ما تراش المعتقد تاعك من داخل. يقول جماعة الحيطة وحسب. نعم بالضبط هذاك عليك فيهم مرض مرض وزيدنا احنا أعطيناهم شوية. إذا ومفتونين أي لا يفتنون لا يفتنون الذين كفروا. لا رب لازم عنا يعني يمتحنوا في الدين نتاعنا حتى نتراجعوا ويضيقوا وهاي كمسان شوية وإن كان كلام كله كلام. معناها فريزة نقولوا فريزة كيما فريزة شايف احيانا كان حصل طلق ويجي بعض ايش عندنا في المريض ايش عندنا فيه؟ نحن نكون نحن نعطي الصوره الباهيه قبل ان نتهم الاخرين نتهم انفسنا الساعه قبل نحن انفسنا نحن انفسنا نتهم انفسنا نحن قبل باستفزاز اذا انت تصبر يا تصبر
لكن وقت قامة الدولة تبدل كل شيء. تبدل كل شيء. إذا فتح الذين كفر واغفر لنا المغفرة هي شو منها؟ من المغفر. الستر مع التجاوز. الستر مع التجاوز. اغفر لنا. ربنا إنك أنت. إنك أنت. هذا إنك أنت. إنك أنت إنك أنت كان ممكن يقول إنك العزيز الحكيم أكيد التوكيد العزيز ما معنى العزيز العز الغلبة أي من هذا به من احتمى به حمية والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعه طيب شيخ ربنا تبع واغفر لنا ربنا أو ربنا إنك أنت العزيز ربنا إنك أنت العزيز حكيم إذا آخر ربنا يا ربنا إنك أنت العزيز لو قلت واغفر لنا ربنا العام يا مش خطر في الرسم القرآني نعم لو قلت واغفر لنا ربنا العام المعنى وقلت ربنا واغفر لنا ربنا العام جملة. نعم ما فيها. لأن العزيز الحكيم عادة الأسماء تكون مطابقة للمعاني تاع الكلام السابق. وين مظهر العزة وين مظهر الحكيم؟ العزيز مظهر للعزيز ومظهر الحكيم لنا. لا تجعلنا فتنة في الكفر وغير الحكيم يعني يرى الأشياء في مواضعها ما أملك لك من الله إليك العزيز وأملك في الدعاء في الدعاء أي ربنا أي عليك توكل وإليك المصير تدخل في العزيز العزيز توكل عليه يتوكل عليه في كل شيء في النصر في الشفاء في الجنة لأن عزيز سبحانه والإناب والرجوع إلى الله سبحانه اللي عزيز ما أملك لك من الله العزيز أي أنا في الدعاء خذ هذا دعاء إنك أنت لماذا اختاروا العزيز الحكيم في معنى غلبة في معنى غلبة وفي معنى حكمة وضع أشياء في موضح إذن هذه فيهم الاثنين لا تجعلنا فتنة هذه الكفر هذه حكمة حكمة حكيم يضع أشياء في موضح لا تجعلنا فتنة هذه الكفر واغفر لنا حكيم يحط المغفرة لله سبحانه وعزيز يعني تتوكل عليه بأنه قوي غالب ومن لاذ بجنابه لا يضام وإليك المصير إليك العبد إذن ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لك أنا شيخ لماذا مثلا ربنا اغفر لنا ربنا يعني تقدم ربنا يعني في كل الجملات إلا واغفر لنا ربنا يعني لا هذه يعني تصح الاثنين تصلح لهذه تصلح لهذه تصلح الاثنين لا تعطي معنى أكثر لكن قال ربنا اغفر لنا عشت هذه لا كلام رب سبحانه طيب بعد لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة قسم قد والله لقد كان كل ما تبقى لقد قدر القسم والله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان إذن لا
كنا قد معها كان التعريف بالإنكار على عدم العمل بمضمون اللي بعد التأسي بأسوء حسنة. لهنا نلاحظ أن لولاني قال قد ولنا قال لا قد أو كد ولا لا أو لابد أن نتساءل عليه. لهنا قال كانت ولنا قال كان رغم هذه أسوء وهذه أسوء ما قال لا شوفوها ولا تعدوا هذه قد كان لكم فيما مضى. نجيب نجاوب نحوي أولا ثم جواب بلاغي. أولا جواب بما أسوأ مؤنثة ولا لا؟ وذلك قد كان تانيثة قد كانت تكون أسوأ. هل الأسوأ التانيث بتاعها حقيقي أو مجازي؟ مجازي. حقيقي؟ لا لا مش حقيقي. إذن هو تانيث مجازي لأن الأسوأ ليست مؤنثة في الله. التانيث الحقيقي هو ليس المرأة مثلا كل من تلد كل تولد عاقل عاقل ولا غير عاقل كل يعني كل من لها فرج تسمى على تأنيث انتهى حقيقي وغيرها تأنيث غير حقيقي. قد كانت لكم أسوة حسنة. إذن في اللغة العربية إذا كان التأنيث غير حقيقي يجوز فيه التذكير والتأنيث واضح ولا لا؟ إذن نجد تقول قد كان لكم أسوة قد كان لكم أسوة نجم تأنث وتنجم ذك لأن التأنيث غير واضح المعنى ولا لا؟ قد أسوة مش تأنيث حقيقي ولا تقول كأنهم أعجاز نخل خاوية. طيب لهنا أنثت ولا لا؟ خاوية كأنهم أعجاز نخل منقعر أعجاز التذكير والثاني لأن التأنيث انتاحة غير حقيقي. إن رحمة الله قريب نجاوش نسخة تقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. لماذا نقول الرحمة تذكر لجواب نحن الرحمة مؤنثة تأنيث حقيقي ولا مجاز؟ مجاز. إذا يجوز فيها قريب وقريب هذا لغة ثم السر البياني بعد نجيب سعد نعرف الجواب من ناحية اللغوية. قد كانت لكم أسوة أيضا اللي خلى لماذا لنا كانت ولنا كان اللحظة بين كانت بين الفعل وبين الاسم هذي فما بيناتهم قديش من كلمة لكم واحدة برد قد كان لكم فيهم قديش من واحد إذن يقول الرمان كل ما يبعد الاسم هذا المؤنث على الفعل انتاعه اذكر هذه كلمة مباركة بيناتها ولذلك كانت أسوأ. لهنا بعدت المسافة أكثر لكم فيه إذن ولا أبعد أسوأ على كان فتنحات التاء هذا في لغة تانية. في الأولى يعني نحويا يمكن تقديمها يمكن أنا أكثر إذا كان قال إذا كان قطط الفواصل بين الفعل وبين الفاعل أنت أو كان الاسم يعني بصفة عامة بين الفعل وبين الاسم بين الاسم الفاعل إذا كان قطط الفواصل يعني التذكير يكون أولى. لأن عندنا فاصل واحد لأن عندنا فاصلتان هذا لغة من شيء كان جائز هذا من حيث اللغة هذا من حيث اللغة فهمناها إن شاء الله. من حيث عند علماء المعاني في البلاغة وهو في لغة أيضا كان دول من دول مصدير نحن قال لك قد كان لهم لكم في أسوة حسنة وهذه كانت لكم أسوة حسنة قلنا كل حاجة لماذا أضيفت اللام على اللام شوف فما فرق بين الجملة هذه والجملة هذه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وحدد ولا لا؟ حدد في شيء معين ولا لا؟ لأن لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة عامة ولا لا؟ عامة إذن لهنا عام الكلام عام لهنا لا إذ قالوا لقومهم يعني محدد كلام محدد ولا لا؟
لما الكلام كان عام وله فيه استثناء إلا قول إبراهيم خاتم، إذا نقص منه التأكيد، لم أحذف إلا قول إبراهيم، وجاب الكلام لكم فيهم، ولا جاب اللام لقد كان لكم فيهم، لأن الكلام عام فأكد هذا العموم، بينما في اللول خاص خاص متعلق بقول معين، إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذا حدد يعني كلام محدد ذا فاعل، لأن لما عم الكلام قد كان لكم فيهم أسوة حسب سمع، هل قال في شيء؟ لا. إذا عام لما عمم يعني لنا أكد بالقسم، لأن في اللول فما استثناء حقيقة، في اللول فما استثناء إلا قول إبراهيم نح، وذلك نحى لم نحى اللام، جاب اللام هنا توكيد أكثر، لأن الكلام عام أسوة عامة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم في أسوة يعني عام حسنة فيهم، قد كان لكم فيهم أسوة فيهم. لما عمم الكلام عمم وجاب لها الواحد. طيب عند العلماء، عند العلماء يقول مثلا أن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة مؤنث قريب مذكر، نحوي نشوف شو نقول، يجوز التذكير والتأنيث، أحسن يجوز التأنيث. من ناحية عند البالغين يقول لك، يقول لك إذا كان إذا كان الرحمة هذه المعنى بتاعها مذكر، فيذكر لك الصفة بتاعها أو المتعلق بتاعها باش يبين لك المعنى بتاعها مذكر، وهذا منحة لتفسير الفرق بين هذا وهذا. سمعت إن رحمة الله قريب، يجب تأخذ رحمة المعنى بتاعها مذكر، يجب تأخذ معنى بتاعها مذكر، لأن قال قريب. طيب كيف يجب أو مين مش ناخذ أنا قريب مشكور محسنين، لا إيش تقول؟ هل جزاء؟ طيب هل جزاء إحسان؟ إلا الإحسان. مش جزاء من جنس العمل ولا لا؟ جزاء الإحسان؟ الإحسان. جزاء المحسن شنو؟ أي إن لو قلت إن إحسان الله قريب من المحسنين، ليس هذا المعنى؟ إذا لفظ رحمة ليس معنى الإحسان، أخذ منين؟ من المحسنين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا معنى الرحمة هنا بمعنى؟ إذا إن إحسان الله قريب من المحسنين. إذا أعطيته معنى مذكرا أراد أن يشير يعني يبين لك أن وإن كان جاء مؤنث لأن المعنى المراد راه مذكر اللي هو إحسان. السؤال مين؟ لماذا لم يقل إن إحسان الله قريب من المحسنين؟ قلت هذا مشكل. معنى إيه؟ لأن الرحمة أوسع من الإحسان، فله الإحسان وزائد وزيادة. راح لا معنى زي جد. ليش الإحسان فقط؟ لأن الرحمة أوسع، الرحمة أوسع، والإحسان في جد أحسن في كذا أحسن مقابل إحسان مقابل إحسان. لا، إذا يقول إن رحمة الله قريب، إذا أراد الإحسان وأكثر من الإحسان فقال إن رحمة الله، لو قال إن إحسان الله قاف الإحسان في شيء معين محدد، لكن قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا معنى أول. معنى ثاني إن رحمة الله أي تدل على قرب الله سبحانه وتعالى من عبده. كذلك يا شيخ يمكن أن نقول يعني الإحسان، لأن كان الله عز وجل شامل الرحمة لأنه أشمل من الإحسان، لأن الله عز وجل سيجزي من أحسن، يعني تكون جزاء الله عز وجل أقوى من أحسن يعني في العادة. إيه نعم، الرحمة أوسع، هذا اسم الرحمة، هذا اسم الرحمة أوسع، الرحمة أوسع، نعم الإحسان يدخل في الرحمة، من مظاهر الرحمة هي الإحسان، من مظاهر. إذن هو لكن أعطى أكثر، الله سبحانه وتعالى أعطى أكثر، إذن أنت تحسن هو يعطيك مش إحسان، يعني رحمة هي أوسع. إذا وذلك هذا يغيب المعنى وكما في الناس هذا. فتلقى مثلا كما نزيد نزيدكم باش تسترسخ المعنى هذا بعض الأمثلة. لفظ عاقبة، مؤلف المذكر مؤلف التأنيث، ثم كان يعزي الجملة في عاقبة، ثم كان عاقبة ثم كان عاقبة، يقول فانظر كيف كان، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، اليوم خرجناش من المجرمين كثر وخال، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فانظر كيف كان بلي قلنا فواصل، لهنا مثلا حتى فاصل،
إذا النحو حتى نحويا إذا كان عاقبة أشكون القاعدة نحن إذا نعطيها معنى خذها قاعدة في الواحد عاقبة بمعنى عقاب إذا ذكرت العاقبة ومعها كان غير مع عقاب في القرآن كله جيب أي آية تلقى كان عاقبة راد مع عقاب ما العقاب ذكر وأن كان عقاب المجرمين والمجرمين فانظر كيف كان جناء نصيح عقاب كي تقول العاقبة يعني المآل يجيب كانت عاقبة الذين عاقبة ثم كانت عاقبة الذين يجيب التأنيث ولذلك مرحة في القرآن كله واضح ولا لا؟ شوي يعني أخذ فيها العقاب وفيها المآل يعني فيها مآل نعم فيها وخاصة على عقاب نعم فيها عقاب وزيادة عقاب كما قلنا رحمة وزيادة أنا عقاب وزيادة أما كل خوضها في القرآن كل ما تلقى كان عصا كانت عصا كانت إذا لقيت كانت فالعاقبة على العاقبة ما وتلقاها ديما إما في الدنيا عذاب ولا في الآخر يحكي العاقبة ثم كان عاقب يحكي على الآخر فيولي إذا كره يعني عقاب فهي كانت في الدنيا مآل فيقول كانت وهذا خط في القرآن إذن قد كانت لكم أسوة حسنة كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم كانت لكم أنثت على يسر خاطر قلنا قريبة من الوحي هذا ولكن لنا كان لكم فيهم فواصل كثرت فهذا نحويا قد كان لكم فيهم أسوة حسنة أي المعنى العام لأن كانت لكم بالتأنيث وكان بالتذكير وفي العبادات تقولنا ما جاوبناش على لهنا جاوبنا كان نحويين فقط نحويين واضح هذه لكم وهذه لكم فيهم إذا بعدت المسافة فذكر هذا ولا الشيء يقول مقرب بصراحة ممكن نقول مثلا جاءت مريم إلى المدرسة جاء إلى المدرسة مريم بالضبط إذا بعد تنجم تقول حتى ولو في الأبئة كل ما تبعد تنجم تذكر هذه قاعدة في نحوي لكن هنا كانت لكم كل ساعات حتى وشوف نقول إذا ذكرت حتى من غير مثلا إذا لابد نبحث على السبب الأسوة الحسنة هي في الطاعة وفي العبادة ولا لا؟ أقول لك الأسوة الحسنة فيها في الديار لا طيب في العبادة العبادة التذكير فيها أحسن من التأنيث الأنبياء كلهم العبادة التذكير أحسن من التأنيث في العبادة كيف؟ شوف على مريم البتول ماذا قال ربي سبحانه وتعالى؟ ومريم ابنة عمران التي صدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتات ولا القانتين لماذا ويوان لأن القانتين أكثر من القانتات والآن وصلوا مقام عالي في القانتين أكثر من اللي وصلوا مقام عالي في القانتات فإدخالها في القانتين شرف لها أيضا بالتذكير ففي العبادة التذكير يناسب يعني التذكير يناسب العبادة الأكثر لما كانت العبادة فيها استثناء لولا قال كانت هذه ما فيهاش استثناء كان التذكير يناسبها وهذه يناسبها التأنيث لأن فيها استثناء الأخرى لولا إذا لما كان فما أقل قال كانت أنتها لما وهي عبادة لأن فيها استثناء لكن لما أطلق قال كان للعبادة في العبادة التذكير أفضل من التأنيث وكانت من القانتين ولم يقل من القانتات لماذا؟ لأن الأنبياء والرسل والصديقون الغالب فيهم الذكور ولذلك في العبادة ولذلك حتى في بالنسبة للملائكة اللي يتعلق بالعبادة يذكرها الملائكة إذا كان أمر يتعلق بالعبادة ديما يذكر الفعل هذه قاعدة سؤال جامل تفضل قالوا السؤال هنا كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره
والآية الأخرى فالسؤال إنها تذكرة أما إن شاء لك هذه الآية معناها تبدأ بالتأنيث المتذكر الدولانية كلا إنها تذكرة إنه تذكرة أما إن شاء ذكرة لا هذا مش فعل هذا خارج عن الموضوع أصلا تماما نحن الفعل الذي ذكر مؤنث هذا موضوع آخر لا موضوع آخر مش خارج هذا كان فعل ما فعل هنا أي مؤنث ويذكر الفعل كان التأنيث وكان لا كان والفاعل نتاعها نحن نمشي على الفعل والفاعل كان كل مشكلتهم بذلك يعني كانت لكم أسوة حسنة كان لكم أسوة حسنة في الفعل الذي يؤنث ناخذ مش فعل جملة اسمية مش فعل ماشي فعل لا ماشي فعل اذا كانت لهنا لماذا اسوه جاءت مع كانت لهنا اسوه جاءت مع كان هذا المبحث هذا المبحث اخر ولكن الاصل في نعم لهنا الاصل اذا لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ان شاء الله تكونوا فهمنا المساله ان شاء الله لمن كان شنو محل هذه لمن كان موصول ليه حال جرب ومن موصول لمن كان هل يصل الذي كان هذه اسم عرابة اسم جملة اسمية اسم عرابة لا محلها من العرب عليه سقط مين محلها من العرب مش صيت موصول لا هذه محلها من كان أنا على لمن الذي ربطها بالإقبال ربطها بالإقبال يقال لقد كان لكم يقال لقد كان لكم شو يقصد به يقول عموم المسلمين هكذا لا ثم قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كلهم يرجو اليوم الآخر ايش يسمى هذا خصوص تخصيص بدل بعض من كل والخطاب الجميع ولكن ينفع ذلك إذن هذا بدل هذه بدل من الناس بدل من لكم من ضمير تاعكم بدل من ضميركم لكم لمسوا ومن بعد قال لمن كان يرجو الله واليوم الاخر لهذا وين في اول السوره تذكروا فيه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فين في اول السوره دي لما في احد الذين لقد كان لكم في لا في اول السوره إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي إذا لمن كان يرجو الله اليوم الآخر هذا هو المعنى في أول السورة اللي هو مرضات نعم لقد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم الإمام قال قومي قوميكم لقد كان لكم في أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إذا قلنا العبادة تذكير العبادة أقوى من تأنيثها لأن الغالبية يعني في العبادة ما يمنعش أن نفهم من الإناث من هن أفضل بكثير من الذكور لكن في العموم نحكي على العموم لذلك قال وكانت من القانتين حرف إيش في القانتات كان القانتين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي وراكعين هذا التذكير للناس إذن لما كان لنا عبادة تامة بغير فحد استثناء قال أكد هذا قد وقال كان لأن الجواب النحوي نجم نجاوزه نكتفي إن شاء الله بالقدر في أسئلة شيء في أسئلة شيء شكرا لك